السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، وشرح فيديو جديد في برنامج الإكسل. هنتابع النهاردة شرح تنسيق برنامج الإكسل أو إكسل فورمات. المرة اللي فاتت اتعلمنا شوية حاجات، النهاردة هنكمل بعض الحاجات البسيطة اللي احنا ما اتكلمناش عنها. أول حاجة هنتعلمها حاجة اسمها ميرج. ميرج يعني دمج الخلايا. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا أنا عندي خلية هنا وخلية هنا، تمام، وعايز أعمل ميرج، عايز أعمل دمج الخلايا، أضغط على دي بكل سهولة ميرج سيلز، دمج لي الخليتين ببعض، تمام. يبقى ديت اول حاجه بحتاجها كتير بصراحه، يعني ميرج سيلز دي بحتاجها كتير. يعني مثلا لو عندي مثلا داتا هنا داتا هنا وهكذا وهكذا، تمام، وعندي مثلا هنا اي حاجه، مثلا تاريخ مثلا، تمام، وعايز اعمل ميرج، هعلم على الخليتين واضغط على ميرج، تمام تمام هنلاحظ ان هو عمل لي ايه؟ عمل لي دمج للخلايا، تمام. يبقى ديت اول خاصيه وفعلا بحتاجها كتير، اللي هي الميرج. تاني حاجه، لو انا عندي مثلا نسبه مئويه وعايز اخليها نسبه مئويه، يعني انا عايز اخليها في الميه، اعملها ازاي؟ اعلم في الاول، وبعد ما اعلم هاجي عند الرمز دوت، تمام، واضغط عليه، هلاحظ ان هو عملها لي نسبه مئويه. لو ضغطنا على العلامه العشريه دي، تمام، هيرجعها لي زي ما هي، تمام. يبقى دي النسبة المئوية، ولو ضغطت عليها هيرجعها لي ايه؟ زي ما هي، تمام. طيب حاجة تانية، لو انا مثلا ده المرتب، تمام، وعايز اعمله مثلا بالدولار، ازاي اعمله بالدولار؟ اعلم كده، تمام، وبعد كده هاجي هنا هلاحظ ان هو عمله لي بالجنيه، تمام. هاجي هنا واشوف انا عندي هنا دولار، جنيه استرليني، يورو، وهكذا، تمام. فمثلا لو عايزه بالدولار اعلم على دي، تمام. ونلاحظ، يعني خلي بالك، ديت داتا رقميه، يعني رقميه، تمام. لو كتبت دولار يدوي هيحولها لك داتا نصيه، فانت خلي بالك وانت بتعملها ان هي تبقى داتا ايه؟ داتا رقميه زي ما هي، يبقى لازم تعمل الرمز من هنا، تمام. وهنا عندك زي ما قلت الجنيه والدولار واليورو وهكذا، تمام تمام بس كده. انا ديت الحاجات اللي احنا كنا ما اتعلمناهاش في المره اللي فاتت، يبقى الميرج، وازاي نعمل النسبه المئويه، تمام، وازاي نعمل رمز الجنيه او الدولار او اليورو وهكذا، تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو. شكرا.